تعادلهم المباراه بتاعت المكسيك وبولندا التعادل ده تعادل. ساعد الارجنتين بطريق غير مباشر يعني لان لو كان حد منهم فاز كان هيحط المنتخب الارجنتيني في موقف اكثر صعوبه. طيب محسن رجل المباراه النهارده محمد العويس طبعا اخر تلت ساعه والربع ساعه الاضافيه الاضافه الحكم معرفش بناء على ايه ضاف ربع ساعه لا هو الاضافات الوقت الاضافي كتير جدا, جداً في لا في البطوله مش الماتش دي ده اول يوم اول 8 دقايق لا اول اربع ماتشات كان 65 دقيقه 64 دقيقه وقت ضايع ده تعليمات من الفيفا معينه ان مفيش ولا دقيقه تضيع يعني عشان كده ايه يعني في تعليقات ان ده الجماعه بتوع شمال افريقيا يتعبوا في القوانين دي وعندنا هنا بعض اللعيبه لكن هو يمكن يكون زودها شويه الحكم النهارده لا زودها يعني لا تفتكر يعني معلش انا اسف في ربع ساعه زياده النهارده شوط تاني يعني لا ما توصلش الربع طبعا يعني ممكن تبقى 8 بس هو ربع ساعه 8 دقائق وبعدين زود عليهم كمان 7 من دماغه هو كان عايز الارجنتين تتعادل لا هو بيحسب العويس لما يمسك الكوره وينام كل ده عمال يحسبه عمال يحسبه عمال يحسبه طب ما لازم يمسك الكوره وينام هو انت عايز يمسك الكوره يعمل ايه ما لازم يريح مش لازم يريح راجل متقدم يعني العويس العويس رجل المباراه بدون بدون شك بصراحه واستحق الجائزه اللي خدها لان هو شال عبء كبير جدا يعني لما كنت واجه فريق يقوده ليونيل ميسي وميسي كمان يسجل فيك في البدايات وتعمل ريمونتاد عليه وانخيل دي ماريا والبقيه اكيد طبعا لما يقف حائل قدام او سد منيع ضد النجوم دي اكيد طبعا حارس رائع ويمكن كان في غضب من فتره قريبه كده عليه من جماهير السعوديه اللي كان عقب حتى كاس العالم الانديه ما كانش راضيين عليه وكانت الامور ما كانتش مظبوطه بالنسبه له لكن بصراحه النهارده محى كل الحاجات اللي عايز اقول العثرات اللي كانت بسيطه في حياته لكن النهارده بصراحه تعملق وكان وظهر بالشكل ده يحسب ليه طبعا يستحق عن جداره واستحقاق اللقب ده عايز اضيف بس حاجه على ليونيل ميسي ان ميسي اثبت ان هو مش مارادونا مارادونا بيشيل فريق يعني هو كان لوحده في 86 جاب كاس العالم هو اللاعب الوحيد في العالم اللي ضد مقولة ان كرة القدم كرة جماعية كرة جماعية في الكل بما فيهم ميسي لكن مارادونا لوحده هو جاب كاس العالم 86 في المكسيك هو اللي شال الفرقة تقريبا كان فيها كم يعني بروتشاجا ما اعرفش كوشيا كم واحد كده لكن هو لوحده بصراحة اللي عمل الكلام ده ميسي مش كده وواضح ان هو بيتأثر بسرعة يعني النهاردة لما الكاميرا بتيجي عليه واضح انه عنده سنة احباط خلاص بيرمي المنديل بدري عشان كده حتى كان اللاعب اللي كان ما اعرفش الملك ولا مين اللي كان ماسكه في نص الملعب كان دائم الاحتكاك معاه يقعد يتكلم معاه حتى هو كان ايه اوضحها بعد المباراه قال لك ان هو كان بيبص لي باستهزاء هو مش بيبص لك باستهزاء قوي هو الراجل يعني بيطلعك عن شعورك بيوترك حاجات كده ده ميسي برضه لكن هو قال لك انا لما سجلنا بقى قلنا له احنا انا سجلنا اهو حاجات كده فهو واضح ان هو بيتاثر بسرعه الهزيمه اكيد مش هتاثر على تاهل المنتخب الارجنتيني لكن هتاثر على نفسيه لا كان مش كله مرشح للارجنتين يعني هيفوز على المملكه العربيه بقول لحضرتك المفروض ما تاثرش فحصل اهو كره القدم غيرت ما انا قلت لحضرتك مش كده اسبانيا اتغلبت اول ماتش وصعب ناس المراهنات النهارده بيقول لك خسروا طبعا خسروا طبعا غير نظام المراهنات حتى مع الكره ما حدش راهن عليها الكره ما حدش وكل شيء بيراهنوا ما احنا بنشوف لا انا بتكلم بشكل عام كره القدم مش قصدي على الرهان حرام ولا حاجه بتكلم الكره ما حدش دي كره قدم يعني دايره ما حدش يقدر يحكمها اي شيء وارد فيها زي ما قالوا الدكتور كورتين راحوا على المره الكورتين دخلوا خلاص و21 71 مقابل 29 استحواذ اكيد طبعا ضد قواعد كره القدم او ضد الثوابت لكن في النهايه التاريخ لا يعترف الا بالنتائج السعوديه فازت عملت نتيجه تاريخيه اخشى ما اخشاها على المنتخب السعودي ان يحصل له زي ما حصل المنتخب الجزائري اللي كان الدكتور بيتكلم عليه من شويه سنه 82 لما فاز اول مباراه على العملاق الالماني 2-1 وبعد كده فضلوا يحتفلوا لحد ما خسروا الماتش اللي بعدها من نمسا وطبعا تورطوا طبعا في القصه اللي قلتها دكتور رغم ان هم فازوا على تشيلي لكن طبعا المؤامره خيخون المعروفه في كاس العالم ما بين النمسا والمانيا اطاحت بيهم واللي بسببها طبعا الفيفا عدل القواعد لكن اتمنى المنتخب السعودي يخرج من حاله النشوه بسرعه لان قد تكون دي ممكن تهده كتير لان هو اكيد الماتش اللي جاي هتبقى مع بولندا مع بولندا هيعمل له 1000 مليون حساب فلازم يكون المنتخب السعودي لسه ما حققش حاجه ولسه لم يتاهل للدور الثاني هيحصل ده لما المنتخب السعودي يقدر يلم نفسه بسرعه ويسيبه مفرحه دلوقتي دكتور طارق كلمنا عن الحكم لان الحكم وصفته في اول الحلقه انه حكم ظالم وانه ضربه الجزاء من وجهه نظري المتواضعه مش ضرب الجزاء وان هو بيجامل الارجنتين لما ادى وقت اضافي مش مستحق طويل قول لي وجهه نظر حضرتك طيب الاول هقول لك حكايه الاوقات مين الحكم يعني ادينا معلومات على الحكم الحكم سلافكو فيزيتش ده حكم مش مكسيكي
بيزيتش مكسيكي اقصد مكسيكي حكم مش من حكام القمه قوي في سواء في امريكا الشماليه او في العالم يعني من الحكام اللي هم بس انا عايز قبل ما اتكلم على الحكم اقول لك على ليه الاوقات الوقت بدل الضايع كتير كده في المباريات من 8 اسابيع كان في معسكر لحكام كاس العالم كلهم اللي اختيروا من حوالي 4 شهور المعسكر ده كان حاضر فيه بيرلوي كولينا الحكم الايطالي الشهير جدا اللي كان اصلع كده ده كان بيخوف بوشه نعم. فكان في محاضره كامله عن الوقت بدل الضايع وقالوا ان كاس العالم لعبه المتعه وانت عارف كل حاجه بتتحسب بالاحصاءات جابوا كاس العالم النسخ الخمسه الاخيره ما جابوش من الاول عشان زمان طبعا كان نظام الكوره 18 14 10 كده بالظبط جابوا الخمس نسخ الاخير وشافوا حاجه اسمها الاكتوال بلاينج تايم اللي هو اوقات اللعب الحقيقي في الملعب اللي هي الاوقات اللي لو عملت كره القدم لو عملت كره القدم ككره السله ان انا كل ما الكره تقف اوقف الساعه لقوا ان اطول مباراه اللي هي الكره ما وقفتش فيها خالص بيكون لعبه كام بقى من 28 ل 30 دقيقه من ال 45 يعني في الماتش كله حوالي 55 دقيقه ده المباراه اللي ما وقفتش ثانيه فقرروا ان هو قعد في المحاضره دي شرح لهم قال لك لابد من اخذ اعتبارات جديده للوقت بدل الضايع ان كل وقت بدل ضايع ان الكره بره وقفت بعيد لعيب بيتعالج والكلام ده كله يتحسب عشان كده لاول مره الناس ما تستغربش شويه ان الاول مره في بطوله كبيره زي كاس العالم كل المباريات اشواط الشوط الاول لوحده والشوط الثاني امتد على الاقل 7 8 دقائق يعني الشوط الاول 7 8 دقائق الشوط الثاني تلاقي 10 دقائق في شوط اكتر اطول ماتش امبارح لعب 117 دقيقه تقريبا بالظبط اللي هو ماتش ايران اللي هو عشان الحارس اتصاب ده كان ناقص يكمل يوم الثاني كان 12 دقيقه لعبوهم 14 والشوط الثاني كانوا 10 دقائق لعبوهم 12 يبقى 14 و12 28 دقيقه اولموست الوقت اللي بدل الضايع بس زي وقت اضافي يعني داخل في 30 دقيقه صحيح فده طبعا ده كان تغير شامل في نظريه الاتحاد الدولي في التعامل مع الوقت بدل الضايع اعود للحكم هنلاقي كل ماتش كده زياده كل الماتشات انت هتشوف انت مفيش ولا ماتش اقل من وقت بدل الضايع في الشوط الاول ما بين 5 و6 دقائق الشوط الثاني ما بين 7 و8 دقائق يعني حوالي 13 دقيقه ده ما قلش عن كده خالص في المباريات اللي تمت حتى الان احنا النهارده هنكمل اربع مباريات واربعه النهارده يبقى 8 مباريات هنبقى شفنا نص فرق كاس العالم مفيش مباراه قل الوقت بدل الضايع عنها نعم. حكم مباراه النهارده هو ليس من حكام القمه بس عايز اعقب على احتساب ضربه الجزاء اللي سجل منها ميسي الهدف الاول نفس الكوره بالظبط اتعرض ليها هاري ماجواير لاعب المنتخب الانجليزي في مباراه ايران وما اتحسبتش ضربه جزاء نفس الكوره بالظبط في المباراه بتاعت ويلز وامريكا وبرضه ما اتحسبتش ضربه جزاء هي اللعبه الوحيده من هذه النوعيه اللي اتحسبت ضربات جزاء بس عايز اطمنك في الحته دي لو المباريات بتاعت كاس العالم اللي اتلعبت لغايه دلوقتي اربعه وهنكمل النهارده اربعه كمان يبقوا ثمانيه لو المباريات دي في الدوري المصري كان على الاقل هتلاقي 16 ضربه جزاء في المباريات دي وكمان كنت هتلاقي غضب من الانديه ان دي ما اتحسبتش ودي ما اتحسبتش بس النهارده في وجود الفار ولا غيره في وجود الفار كمان الفار بتاعنا مختلف وانت تحسب فار مصر زي فار كاس العالم ايوه